آلاف الكيلومترات بين العيون ودبي الإماراتية، اختار مغامران مغربيان قطعها على متن دراجة تعمل بالطاقة الشمسية. انطلق اليوم على أن يصل إلى وجهتهما لحضور كوب 28 المقرر عقدها بدبي، وحافزهما الأساسي التوعية بمخاطر تغير المناخ والتشجيع على استعمال الطاقات النظيفة صديقة البيئة. ريبورتاج زهير هنان والتحرير لسفيان بوعزاوي. آخر الترتيبات والاستعدادات قبل موعد انطلاق الرحلة من عاصمة الصحراء المغربية مدينة العيون إلى أبو ظبي بالإمارات التي تحتضن قمة المناخ شهر نوفمبر المقبل. حوالي 15,000 كيلومتر سيقطعها المغربيان سليم ويوسف على متن هذه الدراجة التي تعمل بالطاقة البدنية والشمسية. هذه الدراجة هي من صنعي وابتكاري، وغادي نحاولوا يعني نقوموا بواحد الرحله انطلاقا من مدينه العيون في اتجاه مدينه دبي من اجل حضور فعاليات مؤتمر المناخ كوب 28. الهدف من الرحله هو تحسيس باستعمال الطاقه النظيفه والحد من الطاقات الدافئه اللي كتلوث البيئه. رحلة الشمس انطلقت من العيون نحو الخليج العربي مرورا بالعديد من الدول الأوروبية. الغرض من الرحلة هو زيادة الوعي والتحسيس باستعمال الطاقة النظيفة. انطلاق من مدينة العيون، يعني مدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية، سوف نمر من العديد من المدن المغربية. الشق العالمي إن شاء الله سوف ننطلق من مدينة طريفة، سوف نعبر التراب الإسباني الفرنسي الألماني تشيكوسلوفاكي سلوفاكي إلى أن نصل إلى تركيا، ومن بعد تركيا سوف إن شاء الله نأخذ الباخرة إلى الخليج العربي. الفريق المغربي سبق له أن شارك في أول لحاق عالمي للدراجات التي تعمل بطاقة شمسية من مدينة ليون الفرنسية إلى مدينة كانتون الصينية في العام 2018.